بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, وبركاته كيف الحال إن شاء الله عندنا آخر محاضرة إنزيمولوجي للدكتور سمير هاي المحاضرة رقم أربعة والأخيرة إنزيمز يعني بظل علينا إن شاء الله المينرالز على السريع إن شاء الله بنشرحها كمان فبداية يعني كل التوفيق من الله سبحانه وتعالى والإنسان مش بشطارته بينجح ولا بشطارته بجيب علامات ولا بشطارته بفهم بشطار المحاضرة، لذلك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله بسم الله فإذا الآن نحكي إن شاء الله عن شوية regulation of the enzyme activity عم في عندك اكثر من طريقه حتى ريجولييت الانزيم اكتيفيتي المقصود لل للانزيم activity انه كيف بدنا نزيد سرعه الانزيم او كيف ممكن كيف ممكن نزيد سرعه الانزيم او كيف ممكن تقلل سرعه الانزيم زي ما شفنا بالمحاضره الماضيه كان في انهيبيترز الانهيبيترز هذول كانوا ايش يقللوا سرعه الانزيم ماشي آه وكنا عارفين انه كيف بعضهم يقلل الفي ماكس بعضهم يقلل او يزيد للكي ام وهكذا الان بنشوف شغلات ممكن تعمل اكتيفيشن او او تحفز نشاط آه الـ الـ الانزيم يعني فشو هم الشغلات الان في عندك شغلات اول شيء بده يحكي لك مودوليشن اوف ذا انزيم اكتيفيتي انه الان مودوليشن يعني بده يعدل لك شويه على الانزيم اكتيفيتي انه تشينجينج ذا اكتيفيتي اوف ذا انزيم فروم بينج اكتيف to inactive and ايش vice versa vice versa يعني والعكس صحيح يعني فاذا اما يحولوا من active إلى inactive او من inactive الى active شو هم الشغل اللي بنستخدمهم هون في إيش اسمه covalent modification وفي allostric modification covalent modification انه نيجي احنا هي في عندي انا انزيم معين اضيف عليه شغله معينه برابطة كوفالنت برابطة تساهمية وغالبا أكثر مثال اللي هو إيش فوسفات أضيف فوسفات على الإنزيم الان مش معناته انه انا اذا ضفت فوسفيت على الانزيم يعني بده يصير اكتف واذا شلت الفوسفيت بصير ان اكتف ممكن العكس صحيح كمان حسب الانزيمات يعني مثلا في انزيمات ما بتشتغل الا بدها فوسفيت في انزيمات ما بتشتغلوا عليها فوسفيت بدك تشيل الفوسفيت حتى تشتغل وهكذا بس ايش الفوسفيت اللي ربطناه مع الانزيم هون بوند فبالتالي بسموه كوفالنت موديفيكيشن كوفالنت موديفيكيشن بس هسه راح نشوف خصائصه انه بيجي شوي ابطا من الالوستريك موديفيكيشن وهكذا هسه بنشوف ان شاء الله الالوستريك موديفيكيشن احنا عارفين انه انسى هاي هسه هاي في عندي انزيم والانزيم في له اكتف سايت لنفرض انه هذا هو الاكتف سايت من فوق وفي له واحد على الجنب اللي هو الالوستريك سايت مثلا ماشي بتتذكروا كيف كنا نحكي انه الالوستريك سايت انه لما يدخل اشي هون بيصغر الاكتيف سايت للانزيم وهيك الان مش شرط بس انه يصغر ممكن انه الالوستريك موديفيكيشن انت تضيف قطعه صغيره على الانزيم بيشتغل الانزيم وإذا شلتها بتثبط أو إذا ضفت الشغلة هاي بتزيد سرعته وإذا شلتها بتقل سرعته والعكس صحيح أحيانا في اللوستريك انهيبيترز ما إحنا بنعرف إنه في اللوستريك انهيبيترز اللوستريك انهيبيترز إنك أنت تضيف قطعة فبالبطل يشتغل الإنزيم كويس لأنه الأكتف سايد صغر الآن في اللوستريك اكتيفيترز العكس انه بس تحط القطعه هاي بيشتغل الانزيم بشكل اقوى برضو الان راح اشوف هذول اثنين مثال على الموديوليشن اوف ذا انزيم برضو في عندي شيء اسمه فيدباك انهيبيشن هذا ايش هو الفيدباك انهيبيشن يعني هو خلينا نحكي اه زي نظام نيد فور سبيد نيد فور سبيد هاي لعبه كثير زاكية على كنا نلعبها زمان احيانا اه او غير نيد فور سبيد في كان جي تي اي الجي تي اي هاي كان يحكي لك احيانا في بعض الميشنز في مهمات بيحكي لك لازم تظل سرعة السيارة على مية طيب وشو يعني اذا ظلت سرعة السيارة على مية الان انت شو بتصير تسوي انت شايف السرعة قدامك اذا سرعتك تسعين شو راح تعمل راح ترفع راح تدعس على الاكس او راح تدعس اكثر يعني على البنزين اللي هو على البلاي ستيشن 3 بجوز ار 2 بيكون المهم فتدعس بنزين اكثر فلحتى توصل لسرعه 100 اذا زادت عن 100 بدك تحاول تخفف ايدك على البنزين حتى ترجع السرعه ل هذا اسمه فيدباك انهيبيشن انه في تغذيه راجعه انه انا بدي احاول عندي اشي معين لازم احاول اثبته بشكل ثابت عندي ما بزيد ولا يقل هذا اسمه فيدباك انهيبيشن رح ان شاء الله نجي انزيم برودكشن انه يصير الجسم يصنع لي انزيمات اكثر ينتج لي انزيمات اكثر آه هذا عن طريق يعني خلينا نحكي جينات وما جينات برضو راح نجي ان شاء الله compartmentation وهي وهالشغلات كلها ان شاء الله باذن الله راح نجيها آه وبالاخير هاي البروتوليتك كليفج اوف ذا برو انزيمز الان اي انزيم هاي في عندي انزيم قبله برو قبله برو هذا ان اكتف او اي انزيم بعده جين هذا برضو ان اكتف فمثلا عندك انت انزيم وبعده جين معناته هذا ان او عندك انزيم وقبله برو هذا ان ماشي فبالتالي ايش لازم ايش قص قصه من هون من هون حتى يصير اكتف فهون في شيء اسمه proteolytic كليفج pro اوف ذا برو انزيم بيجوا على البرو انزيم بيقصوا منهم قطعة معينه فبصير اكتف نيجي الان نشوف ان شاء الله هون شو بحكي لك ريجوليشن اوف ايش مودوليشن اوف ذا انزيم اكتيفيتي اللي حكيناهم اول شيء الان بالنسبه للمودوليشن اوف ذا انزيم اكتيفيتي شو بحكي لك الان في عندك ثلاثه ثلاث احنا ايش شفنا بالهواء انه في اثنين كوفالنت واللوستريك الان بحكي لك في اللوستريك وفي كوفالنت وفي جينيتك ليفل ريجوليشن جينيتك ليفل ايش ريجوليشن هاي اخر اشي ان شاء الله راح نشوفها هذول ايش الثلاث يعتبروا ايش اه من تعديل الموديوليشن اللي هي هاي برودكشن اوف ذا انزيم هاي يعني اه اللي حكيناها هيها اللي هي ايش انزيم برودكشن النقطه الثالثه فهذول الثلاثه مع بعض هذول ايش ريجوليشن يعني موديوليشن على الانزيمز الان اسرع واحد ممكن يعدل على الانزيم اللي هو الالوستريك الالوستريك الان بس انت ايش يعني تحط مفتاح بالانزيم بيشتغل الانزيم بصير اكتف على بمجرد انك دخلت هالمفتاح فيه على بصير ايش يشتغل بسرعة الكوفلنت برضو سريعة لكن مش اسرع من الالوستريك ليش لان الكوفلنت بدك تجيب رابطة وتربطها وبدك وقت اما لما تدخل مفتاح مباشرة صح ولا هاي الكوفالنت شوي ابطا من اللوستريك وعندك الجينيتك ليفل ريجوليشن اللي هو برودكشن اوف انزيم هاي بدها تقعد فتره طويله لانك انت بدك تصنع انزيمات بدك تروح على النيوكليوس تحكي لها بدي انزيمات اكثر بدها تروح النيوكليوس تصنع لك بروتينات ويحولوهم لانزيمات وهكذا بتطول الشغله هاي صح ولا فاذا هاي فاست اللي هو الالوستريك فاست بعدين الكوفالنت ميديوم بعدين الجينيتك هو ايش ابطا واحد سلو لكن بدنا نعرف شغله ثانيه انه الالوستريك داز نوت لاست لونج ما بيطول كثير يعني انت مجرد دخلت المفتاح اشتغل انزيم شلت المفتاح طفى بس الكوفرنت بيطول له شوي يقعد فتره ليش لانه انت موصل فيه رابطه واضح فالرابطه راح تقعد لها فتره معينه قبل ما يجي انزيم ثاني ويشيلها مثلا بس طبعا حكينا مش انه اذا حطيت انت رابطه يعني صار اكتف ممكن العكس قلنا وعندك مين اللي بيطول اكثر اشي اللي هو لاست لونج اللي هو الجينيتك ليفل ريجوليشن انك انت لما تصنع انزيم هذول انزيم خلاص راح يضلهم كثار عندك بالخليه فراح تقعد فتره طويله يعني رغم انك انت طولت راح تقعد فتره طويله وهذا الاشي اللي احنا بنستنتجه بحياتنا انه انت اذا تعبت الان بتتعب على حالك كثير وما بتنام وبتقرا حالك وكذا لكن لقدام ان شاء الله بترتاح ما شاء الله قدام بتتعب مش زي ما بحكي لك دكتور نضال طالب الطب كل الناس تتعب حياتها بعدين ترتاح الا طالب الطب تعود على البهدله لقدام لا بترتاح ان شاء الله لقدام حسب انت قديش بتحاول تريح الناس انت بترتاح معه ماشي طيب فاذا هون نيجي اول إشي على الكوفلنت موديفيكيشن بحكي لك هو ريجوليشن باي كوفلنت موديفيكيشن از سلاور ذان اللوستريك ريجوليشن هاي حكيناها لانه اللوستريك اسرع شوي الان هاي الكوفلنت موديفيكيشن صحيح انت تركب كوفلنت بوند بس هاي مش انه كوفلنت بوند انه دائما اتس ريفيرسيبل لانه لازم تنشال حتى يرجع الانزيم اكتف او انه ان اكتف فلازم اشيلها واركبها فلازم تكون العمليه ريفيرسيبل ماشي مش تفكر انه كوفلنت معناته ريفيرسبل لا ممكن تكون هاي ريفيرسبل لازم تكون ريفيرسبل require one enzyme for activation one enzyme for inactivation لازم انزيم يضيف لي فوسفيت ومين هو الانزيم اللي دائما يضيف فوسفيت كيناز ممتاز الكاينيز بيضيف فوسفيت ومين الانزيم بده يكسر الفوسفات فوسفاتيز فوسفاتيز بيكسر الفوسفات فانا بدي انزيم حتى اعمل اكتيفيشن وبدي انزيم حتى اعمل ان اكتيفيشن واكثر مثال هاي بحكي لك اياه اللي هو فوسفوريليشن دي فوسفوريليشن فوسفوريليشن يعني بضيف فوسفات دي فوسفوريليشن اني انا دي بزيل يعني دي فوسفوريليشن بشيل الفوسفات اللي حطيته وهذا هو الموست كومن كوفالنت موديفيكيشن بصير عندي الان اذا شو هم الانزيمات اللي غالبا يستخدموا انفول بروتين كاينيزز الانزيمات اللي هم كاينيزز للفوسفوريليشن والدي فوسفوريليشن اللي بده يكسر لي رابط الفوسفيت شو بده يكون اسمه فوسفاتيزز فاذا انا بحتاج كاينيزز وفوسفاتيزز الان غالبا الفوسفيت انا لما بدي اركبها بدي اركبها على امينو اسيد له او اتش أه مثلا يعني هو بحكيك انه لازم يكون امينو اسيد او OH اتش غالبا يعني هو التارجت اوف فوسفوريليشن اللي بنركب عليه الفوسفيت او انه نشيل الفوسفيت فاذا امينو اسيد وذ او اتش جروب ار تارجت فور فوسفوريليشن هذا كله بالنسبه للكوفالنت موديفيكيشن الان شو بحكيك بالتبييض يعني في انزيمات تشتغل لما تشيل الفوسفيت وفي انزيمات تشتغل لما نضيف انت الفوسفيت We must have enzymes for phosphorylation and dephosphorylation the adding of the phosphate ah, هون بحكي لك لازمنا انزيمات الفوسفوريشن لازمنا انزيمات للدي فوسفوريشن للفوسفوريشن قلنا كاينيزز وللف دي فوسفوريشن اللي هم ايش فوسفاتيزز the adding of phosphate group is under hormonal regulation هرمون اكتيفيت انزيمز اكوردنج تو ذا يعني الان عمليه انه انا يكون في عندي انزيمات حتى تحاول تعدل على شغل الانزيمات الثانيه كله هذا اندر هرمون activities يعني لازم يجي هرمون يحكي لي يا خليه لازم تصنعي انت انزيمات تعمل فوسفوريشن لان مثلا بدنا انزيمات تكون, تكون اسرع والعكس صحيح ماشي فانه هاي العمليه بتصير اندر ايش هرمونال ريجوليشن اندر هرمون ريجوليشن امثل الان اكثر م... مثال مهم اللي هو البايروفيت Dehydrogenase البايروفيت ديهيدروجينase مالتي انزيم كومبلكس اكثر من انزيم يعني هم لك البايروفيك اسيد تو اسيتيل كو اي ذا اكتيف فورم اوف ذس انزيم از دي فوسفريلاتد هذا اكبر مثال انه بين لك انه مش شرط انك تضيف فوسفيت يعني هو اشتغل هون اذا بتضيف الفوسفيت بحكي لك وانا ما بشتغل يا تشيل الفوسفيت عني يا ما بشتغل ماشي فلازم ايش تشيل الفوسفيت عنه لحتى يشتغل uh, الان في عندك ايش البايروفيت دي كاينيز هذا بده يضيف الفوسفيت معناته هذا هو اللي راح يعمل ان اكتيفيشن للبايروفيت دي هيدروجينيز انزيم لانه هذا راح يكون اد فوسفيت جروب بينما البايروفيت دي هيدروجينيز البايروفيت دي هذا هو يعتبر كفوسفاتيز ريموف البيروفيت جروب فاذا ايش آه بس هذا بنضيف ايش؟ فوسفاتيز يعني بايروفيت ديهيدروجينيز فوسفاتيز هذا بده يشيل الفوسفات معناته هذا هو اللي راح يساعد انه يصير اكتف الفورم اوف ذا انزيم مين بده مين هو؟ الفوسفاتيز لانه هو اللي راح يشيل الفوسفات جروب فبيشتغل الانزيم مثال ثاني الان بس انسى يعني المكتوب لك هون انه بس بحكي لك الان الانزيمات اللي بتكسر الجلايكوجين برضه بتحتاج ايش؟ بتحتاج الى فوسفوريليشن <applause> دي فوسفوريليشن فهو بحكي لك انه انت الجلوكوز لما انت تاكل جلوكوز كثير هذا الفائض من الجلوكوز راح يتخزن از جلايكوجين بالليفر وبالكرش وهكذا فهذا الجلايكوجين آه في عندك انزيمات راح تصنع من الجلوكوز جلايكوجين فهذول انزيمات اسمهم جلايكوجين سينثيسيز انزيمز يعني بدهم يصنعوا الجلايكوجين من الجلوكوز فهي عمليه الجلايكوجينيسيس تكوين الجلايكوجين آه بس ايش بتكسيره الان لما انا بحتاج جلوكوز الجلوكوز ايش بقل شورتج جلوكوز يعني بقل الجلوكوز عندي فانا بدي اكسر الجلايكوجين والكونفرت تو جلوكوز عمليه اسمها جلايكو آه جلايكوجين او لايسيس يعني لايسيس للجلايكوجين تكسير الجلايكوجين حتى نطلع منه ال آه الجلوكوز وهذول إنزيمات اسمهم جلايكوجين فوسفاتيز انزيمز ماشي فهون معطيك اياها كمثال يعني على الفوسفوريليشن الان هاي مثال هون اللي عندي انا انه هو البايروفيت ديهيدروجيناز طلع لونه اخضر لونه اخضر بس ايش يعني شغال بس ما عليه فوسفيت معناته الاكتف فورم انه هو دي فوسفريليت اللي ما مش ما عليه فوسفيت هو الشغال بينما هذا اللي عليه فوسفيت لونه احمر يعني مش شغال الانزيم اللي طفاه هو الانزيم اللي اسمه بايروفيت ديهيدروجيناز كاينيز لانه هو اللي ضاف لي فوسفيت جروب بينما الانزيم اللي شغلوا اللي هو البايروفيت دي هيدروجينيز فوسفاتيز هو اللي شغلوا لانه حوله من الان اكتف الى الاكتف فشال الفوسفاتي جروب فصار اكتف ماشي وهون هاي عطيك المثال وحكي لك عنه وانه هاي بحكيك لك البايروفيت دي ان اكتيفيت باي فوسفوريليشن بس ايش اكتيف باي دي فوسفوريليشن وبرضه الانزيمز اوف جلايكوجينوليسز اللي حكيناهم جلايكوجين uh, uh, كلهم هذول ايش كوفالنت موديفيكيشن اذا هاي الفوسفيت اسمها كوفالنت موديفيكيشن نيجي الان اللوستريك ريجوليشن الالوستريك قلنا انت بتضيف شيء على مكان بالانزيم وهذا المكان غير مكان الاكتيف سايت زي ما احنا عرفنا بالمحاضره اللي قبل Uh, الان بحكي لك الالستريك ريجوليشن استيرم يوز ديسكرايب كيسز وير ذا انزيم از فانكشن ات وان سايت ذن افكتد باي بايندينج اوف ريجوليتوري ثانيه بانذر سايت بت بتاثر على شغل الانزيم بالاكتيف سايت ريجوليشن مي ايذر inhibit او واضح؟ إذا إما اللوستريك يكونوا inhibit أو stimulate عشان هيك لهم أسماء اللي أخذناهم بالمحاضرة الماضية كان اسمهم اللوستريك inhibitors كانوا يثبطوا لي نشاط الإنزيم الآن في شغلات اسمها اللوستريك activators ماشي؟ فإذا هون بحكي لك في inhibit ذا stimulate the enzyme activity by changing the enzyme either to the its active or inactive form إما يحولوه إلى active أو inactive the binding of the اللوستريك activators stabilize its active form لما يرتبط فيك انت او اللوستريك اكتيفيتر من اسمه بده يعمل لك يحاول يخليك بالاكتف ما بيطفيك بشغلك بينما while binding to the allostric inhibitor stabilizes the inactive form of the enzyme تمام هسه ايش حكينا كمثال على اللوستريك ريجوليشن قلنا في ايش اسمه اند برودكت قلنا الاند برودكت انه انت ايش يكون في عندك هون شغله بتتحول الى شغله ثانيه بتتحول الى شغله ثالثه بتتحول الى شغله رابعه هاي الشغله الرابعه اللي هون طلعت عندي تروح ترجع على اول انزيم بتطفيه فغالبا الاند برودكت شو بتكون inhibitors عشان هيك اخذناها بالمحاضره الماضيه مع الالوستريك انهيبيتورز فغالبا الاند برودكت بتكون عباره عن inhibitors Often uh, allosteric modulators do not resemble the substrate or the product of the enzyme catalyzing the reaction. يعني yani غالبا الالوستريك مودوليترز هذول سواء كانوا اكتيفيترز او stabilizers او عفوا انهبيترز هذول ما بيشبهوا السبستريت لانهم بركبوا, بركبوا, بركبوا بمكان اخر فهم do not resemble the substrate or the production of the enzyme catalyzing the reaction. ما بيشبهوا لا السبستريت ولا بيشبهوا البرودكت. الالوستريك مودوليترز بس ايش غالبا قاعدين بنحكي مش دائما اللوستريك موديوليترز بايند نون كوفالنتلي نون كوفالنتلي والا كان حطيناهم مع الكوفالنت مودوليشن بس هم ارتبطوا بنون كوفالنت بوند تو ذا انزيم ات ذا سايت rather than the substrate binding site يعني بيرتبطوا بمكان غير مكان الاكتف سايت اللي احنا بنعرفه للإنزيم. بمكان على جنبه على ظهره باي مكان اخر الان قلنا برضو انت لازم يكون شكل الانزيم يكون كواتيرنري ستراكشر حكيناها بالمحاضره الماضيه انه الانزيم اللوستريك انزيم يوجوالي هاف كواتيرنري ستراكشر واللوستريك انزيم دو نوت اكزيبت تيبيكال مايكلز مينتن كاينتكس قلنا ما بيشبه المايكلز مينتن كاينتكس لانه احيانا قلنا بتخربط احيانا بيزيد احيانا بقل فما ما بت نوت اكزيبت تيبيكال مايكلز مينتن اكويجنز وهذا حكيناها بالمحاضره الماضيه

كل ما زاد السبستريت كل ما زادت الافينيتي تاعت الانزيم وكل ما صار الانزيم اسرع فبالتالي بيضلوا ايش بيضلوا يرتفع 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 زي هيك تمام فبعطيك الشكل السيجمويدل والان راح نشوف انه مثلا اذا في عندي انا انزيم اكتيف او اللوستريك اكتيفيترز راح يعمل لي هذا الاكشن بشكل اسرع واذا اللوستريك انهيبيتر راح يعمل لي اياه بشكل ابطا وقلنا كمان بالالوستريك موديوليشن التر ايش قلنا بتاثر على الكي ام بس ايش ذا في ماكس ريمين كونستانت الكي ام راح تتغير هس راح نشوف كيف السيجمويد هاي ال من فوق كلهم نفس الاشي بس راح يتغير اما انهم يروحوا لليمين او للشمال يعني الكي ام اللي راح تتغير مش الفي ماكس اللي راح تتغير The modulators are not altered by the enzyme. The modulators هذول سواء كانوا activators أو inhibitors ما ب ما الإنزيم بتغ... ما, ما بغير عليهم إشي. Not altered by the enzyme. ما بتغير الإنزيم ولا هم ما بتغيروا. Modulators can have positive اللي هو إيش increase أو negative إفكت اللي هو decrease فإذا لو نيجي نحكي مثلا اللوستريك انهيبيترز شو كانت وظيفتهم؟ كانت وظيفتهم نيجاتيف افكت ليش؟ لأنهم ثبطوا شغل الانزيم، ذا اكتيفيتي اوف ذا انزيم. النيجاتيف مودولاترز ار اوفن ذا اند برودكتس هون حكينا برضو الاند برودكتس هي المثال على الالوستريك مودوليشن فالاند برودكتس هي اللوستريك انهبيترز يعني هي نيجاتيف مودولاترز على الانزيم اوف ذا سيكونس رياكشنز زي ما احنا شايفين اي بي سي دي رجعت الدي وثبطت للانزيم هاي ايش مثال على الالوستريك الان هون نفس الاشي شو بحكي لك الان انا هي في عندي هي الانزيم هذا اللي هو الاكتف سايت تاعه هون راح يدخل السبستريت وهون ايش الالوستريك سايت له شو اللي بصير عندي الان هون اذا ارتبط في عندك آه الالوستريك اكتيفيترز اكتيفيترز شو بده يصير بده يصير انه ايش راح يرتبط هون الالوستريك اكتيفيتر فبصير الانزيم يشتغل اسرع فبصير احسن الانزيم مور اكتيف انزيم بصير مور اكتيف ماشي واذا ارتبط مع السبستريت بصيروا اكتف انزيم سبستريت كومبلكس كلهم مع بعضهم ككومبلكس واحد بس انه ايش بحكي لك الان صار اكتف ليش اكتف لانه ارتبط باللوستريك اكتيفيتر والعكس صحيح طبعا اذا ارتبط باللوستريك انهيبيتر هاي الصورة كثير مهمة ومفيدة هاي الصورة شو بتحكي لك ما بعرف انا اعمل عليها زوم طيب هاي الصورة طلع كيف الصورة هاي عندي الان زي ما تشايفين هاي الشكل احنا عارفين انه هذا هو ايش هاي الفي ماكس وهي ايش من هون ال او الفي ماكس هي فوق وهي الفي يعني السرعه وهون السبستريت تمام الان ايش آه الله يسر محمد هذا الوضع الطبيعي وذ without ان اكتيفيترز اور ان شو بصير انه هي زي ما شايفين ش... سيجمويدل شيب سيجمويدل شيب تمام سيجمويدل شيب الان طيب لو ضفت انا اللوستريك اكتيفيترز اللي راح يتاثر الكي ام فبالتالي الكي ام راح تقرب ليش ليش الكي ام راح تقرب لانها راح تقل الكي ام لانه سرعه الانزيم صارت افضل ماشي فتطلع كيف صار الخط هون اكتيفيتر ليش الكي ام قلت بس لو تشوف ايش الفي ماكس هي هي الفي ماكس هي هي وانت اذا ضفت انهيبيتر اللوستريك انهيبيتر راح الكي ام تزيد تمام يعني ايش ولو توصل لفوق راح تكمل لك توصل للفي ماكس آه بس ما راح تتاثر الفي ماكس اللي تاثرت الكي ام فاذا اذا انا ضفت آه هاي شو بحكي لك الاكتيفيترز يساوي سيم في ماكس ديكريز الكي إم بينما الإنهيبيتر سيم برضو في ماكس بس إيش؟ انكريز كي إم وممكن جيب لك إياها كإيش يحكي لك؟ ما بحكي لك إنه انكريز أو ديكريز وهيك بحكي لك على الشكل وين راح تروح الكي إم؟ to the right or to the left أو السيجمويد وين راح يروح؟ to the right أو to the left بدنا نكون عارفين إنه إذا راح to the right معناته هون أنت استخدمت إنهيبيترز. بينما اذا راح تو ذا ليفت انت استخدمت ايش الاكتيفيترز وضحت ممتاز آه طيب الان بحكي لك الالوستريك ريجوليشن جيف سيجمويدال كيرف السيجمويدال كيرف هيو شفناه و effect of positive and negative modulators هيهم شفناهم كمان اللي هم البوزيتيف positive الآن شو بحكي لك الآن هاي البوزيتيف positive هاي negative يعني inhibitors يعني هم وهاي اللي هي إيش الاكتف الاكتيفيتر اللي هي البوزيتيف تمام وشفنا كيف انه الكي ام وذا اوت بتتغير وذا اوت الترينج ذا في ماكس في ماكس بتظلها زي ما هي طيب هيك خلصنا المثال هلا صليتوا على النبي اللهم صل طبعا كل هذا بصير باجسامنا بدون احنا ما نعرف عنه بتعدل بتسوى بتزبط تخيل انت هيك لو تيجي تقعد تصفن بحالك تتخيل انه فعلا هذا الاشي بصير جواتك مش هو حبر على ورق وحكي هذا بصير جواتنا كل ثانيه هذا رب العالمين سبحانه وتعالى مهيئ لك اياه ومظبط لك اياه وانت ما بتشعر عنه فما بنحكي الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحان الخالق الان نيجي لمثال كثير بسيط اللي هو ايش بروتليتيك كليفج اوف ذا برو انزيم هذا حكينا كيف انه اي انزيم قبله برو او بعده جين ذس از ان اكتف لازم انا ايش اقصقص تمام فهون بحكي لك زيموجين اكتيفيشن آه, آه, زيموجين يعني ايش هو ال البرو إنزيموجين uh, uh, يعني المقصود فيها برضو الإنزيم المشاكتيف، inactive إنزيم، سيرتين uh, Certain ار are synthesized and secreted uh, uh, as inactive. يعني بحكيك غالباً في كثير عندك بروتينات بتصنع از as inactive uh, precursor protein known as إيش pro proteins. Pro proteins. The pro proteins of enzyme are termed pro enzyme أو زيموجين يعني إذا كان هذا البروتين إنزيم ما راح نسميه برو بروتين لانه هذا انزيم راح نسميه برو انزيم ماشي اور زايمو جين فاذا زايمو يعني ان اكتف برو انزيم ان اكتف سيلكتف في اشي اسمه بروتيولايسيس يعني ايش قصقصة بيجوا على البوليبتايت ساعة هذول البروتينات اللي هم الانزيمات وبيقصقصوهم باماكن معينة سيلكتف بروتيولايسيس كونفيرت البرو by one or more successive proteolytic clips clips قص قص يعني بحكي لك الآن بده يقص مرة أو مرتين أو أكثر مرة لحتى يرجع أو لحتى يتحول الإنزيم هذا إلى active to form uh, that exhibit the characteristic activity إنه يتحول إلى active the mature protein such as enzymatic activity بدنا نحوله إنه نخليه يشتغل الآن في digestive enzymes اللي هم الأنزيمات اللي بيقصقصوا اللي بقصقصوا شو هم؟ في عندك بيبسين، بيبسين هذا بنشوفه بالمعده وتريبسين برضو بالمعده والكايم وتريبسين كلهم هذول بالمعده وبعد المعده بشوي، هذول انزيمات بقصقصوا ماشي؟ هذول آه دايجستيف انزيمز بينما ايش؟ في عندك آه الله صل محمد آه في برو بروتينز اللي هم ايش؟ آه او او دقيقه هذول ايش بحكي لك الان؟ هذول الانزيمز الاكتف هذول ايش؟ الاكتف ماشي بينما الان اكتف تاعهم شو كان كان ايش بيبسينوجين ماشي بيبسينوجين فاجا واحد وقص الجين فرجع بيبسين وعندك تريبسين كان تريبسينوجين برضو اجا واحد وقص الجين فرجع تريبسين اللي هو الاكتف وعندك كايمو تريبسينوجين برضو بتقص الجين فبصير كايمو تريبسين اللي هو الاكتف الان في مثال احنا مطلوب مننا نعرفه الان في هون بحكي لك برضه قبل ما نيجي للمثال بحكي لك الان هذا بصير كثير بالبلاد كلوتينج يعني الان احنا بالبلاد كلوتينج آه اللهم صل محمد آه الان احنا في كلوتينج فاكتورز في عوامل تخثر ماشيه بالدم هذول عوامل التخثر لو انهم شغالين زمان جلط الدم فينا ومتنا زمان ماشي فشوف سبحان الله هذول ماشيين بس بان inactive فورم انت بصير لهم اكتيفيشن اذا صار عندك نزيف بمكان معين بيروحوا على المكان المعين بيجي المكان المعين هذا اللي فيه نزيف بحولهم هناك بهذيك المنطقه الى اكتف فورم بيعملوا له خثره بالمنطقه اللي هناك بيسكروا لي النزيف سبحان الله سبحان الخالق ماشي وبرضه بنفس الوقت البلاد كلوت ديسوليوشن اه دي كاسكيد انه الان لما يصير في عنده خثره كمان في شغلات بتميع الدم لكن ما بتميعه بكل مكان بتميعه مثلا واذا انه بمشي بالشرايين الخثره بتمشي بالشرايين بميعها هذول اذا صار فيهم اي مشكله بصير عند الانسان جلطه وبموت منها زي ما احنا بنسمع عن الجلطات هاي ماشي اه الان Blood clotting dissociations. الآن في شغلة كثيرة طبعًا مفيدة وكويسة وكذا الناس بس طبعًا كالعادة يعني آه بتشوه فيها وتحكي لك لا لا. اللي هي الحجامة. الحجامة من أفضل الحجامة من أفضل الشغلات اللي بتحسّلك Blood clotting system blood clotting dissociations cascades وبت يعني بتمنع إنه يصير في عندك أي جلطات أو أي إشي آخر. رسول صلى الله عليه وسلم أوصى فيها. آه وفي كثير أحاديث إنه بما معناه يعني إنه لا يحتنكن الدم في أحدكم فيقتل أنه يعني لازم تحتجموا حتى ما يوقف الدم فيكم وتموتوا المقصود في الجلطات والشغلات هاي والله أعلم طيب الله اللهم صل على محمد وبرضه الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء السابعة كان لما يلتقي بك بالملائكة في كل سماء آه كانوا يقولوا انه آه اوصي امتك بالحجامه اوصي امتك بالحجامه في كل سماء يعني فقد ما هي كثير مهمه يعني. طيب آه صليت على النبي اللهم صل الله على سيدنا محمد الان برضو الكومبليمنت سيستم والكاينين سيستم كله هذا نفس الشيء الكومبليمنت سيستم اللي هي لما يكون انا في عندي بكتيريا بيجي عندك شغله هون تركب بتنادي شغلات ثانيه بركبوا 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 هون بيعملوا لي دائره ثقب بالبكتيريا فبتموت هذا الكومبليمنت سيستم اسمه وفي عندك الكاينين سيستم هذا اللي بتحول الكاينين الى براديكاينين وهيك كله هذا زي هيك بكون ان اكتف بتحول الى اكتف كلهم اكزامبل على زايمو جينز الان في مثال مهم في عندك انزيم اللي هو الكايمو تريبسينوجين كايمو تريبسينوجين هذا هو ايش ان اكتف لانه فيه جين اخر شيء هذا ان اكتف فهو من واحد الى ميتين وخمسة واربعين، هاي الارقام ممكن ان نعرفها يعني من واحد الى ميتين وخمسة واربعين، اذا هو ميتين وخمسة واربعين امينو اسيد، الان في انزيم بده يقصه اللي هو تريبسين رغم انه هيو التريبسين شايفينه هو نفسه هذا بقص لي ال- ايش الكايمو تريبسينوجين، بقص الكايمو تريبسينوجين بمنطقة اللي هي بين خمسطاش وستاش بقص هون شايفين؟ قص بين خمسطاش وستاش، الان تحول الكايمو تريبسينوجين الى كايمو تريبسين لكن هذا الكايمو تريبسين هو بارشيلي اكتف مش شغال كويس شغال بس مش كويس بده كمان قصة ثانية بيجي بيقول له تريبسين اذا ما قص القصة الثانية اللي تحت هاي بيقول له حل عني والله اني عندي شغل يلا يلا نشوفك ويظل رايح فبيقول الكايمو تريبسين نفسه بيقول هي مطولة معاك وانا بقصها بقص الجزء الثاني اللي هو من مية وستة واربعين لمية وتسعة واربعين هون في عندك آه ثري أمينو أسد تقريبا آه بقصه ماشي بقصهم آه طبعا هون ايش من خمسة سع... بين خمسة عشر ستة عشر هون يعني آه بين ثلاثة عشر ستة عشر يعني هون بقص ثلاثة كمان وهون نفس الشي تقريبا بقص ثلاثة معاي او اثنين اللي هم سبعة واربعين وثمانية واربعين بقص اثنين وهون بقص اثنين اللي هم اربعة عشر عشر هيك بصير هذا هو الاكتف هذا هو الاكتف الان واذا اجا حكالك شو الاكتف بتحكيله اي تشين اذا تطلع هاي اسمها A chain وهاي اسمها B chain وهاي اسمها C chain ال B chain هي الاكتف اللي هي بين 16 وبين 146 16 و 146 هاي هي الاكتف ماشي فلو بدنا نفسرها مرة اخرى في عندك انسان هيو مربوط مربوط بايديه واجريه رابطين بايديه سلاسل ورابطين باجريه برضه سلاسل بيجي عليه صاحبه اللي هو تريبسن بقص السلاسل اللي على ايديه وبروح بيجي بنادي بيقول له طيب قص العجري كمان بيقول له لا لا بيجي هذا نفسه الانزيم نفسه هو بشيل عند اجريه فاذا لو شفتوا اخر حركة مين عملها نفس الانزيم اللي هو الكايمو طيب الانزيم ذات داجس بروتين هيهم حكيناهم بيبسين تريبسين كايمو آه الجين او البرو هذول السفكس مين ان اكتف طبعا الجين هي السفكس بينما البرو هي ايش بريفكس آه ماشي Uh, this type is not for enzyme only but protein synthesized and stored inactive and activate after secretion. مش بس انزيمات واكثر البروتينات هيك بتكون. الأن الـ chymotrypsin قلنا activated by two steps بدو قصتين. أول step uh, من عن طريق مين؟ الـ إنزيم enzyme بحول لي إياه إلى chymotrypsin لكن هاد partially active قلنا. الأن cleave 3 cleave to 3 polypeptide by chymotrypsin. يعني بقسمهم إلى واحد واثنين وثلاثة هاي اسمها A وهاي اسمها B وهاي اسمها C ماشي هذا بسموه الحركة الثانية بسموها Auto Activation ليش اوتو اكتيفيشن انه نفس الانزيم هو اللي شال السلاسل اللي على اجريه نفسه فاسمها اوتو اكتيفيشن فالستب الثانيه هي عباره عن اوتو اكتيفيشن لنفس الانزيم الكايموتريبسين كومبليت اكتيفيشن بتحول الى ايش 3 بوليبيبتايدز وهون بيكون ايش كومبليت اكتيفيشن صار له ماشي ذي they are برو انزيم أو زيموجين حكينا the same undergo to blood coagulation dissolution حكيناهم كمان الآن إيش احيانا شو بحكي لك آه في اشي اسمه ابو انزيم ابو انزيم هو الانزيم اللي بده كو فاكتور حتى ايش يشتغل الانزيم هذا فهذا هيك بسموه ابو انزيم ابو انزيم لكن انا بحكي لك مش كل الانزيم بدهم كو فاكتور فهذا الـ فهذا فالانزيم آه يعني حتى هذا الابو انزيم يعني خلينا نحكي اذا ما بده كو فاكتور بيقدر يشتغل يعني كيف في عندي انا انزيم ما بيشتغل الا بده كوفاكتور هذا بسموه ابو انزيم لما يركب الكوفاكتور مع الابو انزيم هذا بصير اسمهم هولو انزيم هولو -و -و هولو انزيم هولو انزيم يعني انزيم مع كوفاكتور بحتاجه حتى يشغله بس الان بدي اوصل لك شغله انه مش كل الانزيمز طبعا بدهم كوفاكتور فاحكيك not all enzymes need a cofactor so apo enzyme can be active because this portion of the enzyme is not required a cofactor يعني الانزيمات الثانيه اللي ما بدها كوفاكتور راح يشتغل بدون كوفاكتور لانه الاكتيف الاكتيفيتي تاعته او القطعه قطع الانزيم نفسها ما بتحتاج كوفاكتور حتى يحفزها ماشي اما اللي بدها هذول بسموهم apo enzyme بس يركبوا الكوفاكتور على الابو انزيم بصير هولو انزيم بس يعني هيك طيب الان نيجي على ايش انزيم سبستريت كومبارتمنتيشن طيب الان آه كومبارتمنتيشن شو يعني كومبارتمنتيشن كومبارتمنت يعني آه منطقة معينة كومبارتمنت كومبارتمنتيشن انه كل انزيم إله منطقته المحددة مثلا بيشتغل فيها بالمنطقة اللي هناك بيكون ايش شغال كويس بالمنطقة اللي هناك بيكون شغال ماشي حاله بس ابطأ بالمنطقة الثانية مش شغال نهائيا وهكذا عشان هيك سبحان الله عندنا جوا الخلية عندنا جوا الخلية في عندنا أكثر من اشي جوا الخلية وكل جوا اشي معين في عندك إنزيمات مختلفة واضح فعندك هون بحكي الـ Compartmentation Ensure Metabolic Efficiency and uh, Simplify the Regulation uh, كيف يعني عن طريق Segregation of the Metabolic Processes into Distinct Sub-Cellular Locations إنه الآن بده يفصلهم الـ Metabolic Processes إلى كل واحد إله شغله إلى Sub-Cellular Locations واضح مش تيجي واحد مثلا آه ما معاشه توجيهه تحطه وزير، ولا واحد آه مش يدوبك ناجح توجيهه تحطه وزير، وهكذا، انه لازم كل شيء له شغلته المعينه، Sub-cellular Location، uh, Like uh, Cytosol, Specialized Organ مثل النيوكليس, Endoplasmic Criticulum وغيرها، إز أنذر فورم فورم أوف Regulation، إنه كمان هاي إيش؟ نوع من أنواع ال Regulation، إنه أنت لما تحط انزيم بمكانه الصحيح، بيشتغل شغله الصحيح، هذا Regulation لإله. اما انت لما تنقله بمكان اخر انت هيك خربت نظامه خليته يشتغل باقل كفاءة وهيك الان هذول الان بحكي لك مثلا بلازم برين في عندك انت الامينو اسيد ترانسبورت سيستم صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بومب هاي مضخة جلايكوليسيز جلايكوجينوليسيز غلايكولايسيز هيكسوز مونوفوسفيت باثوي فاتي اسيد سينثيز وهي الشغلات كله هذا وين بصير بالبلازم برين والسايتوسول بالسائل يعني كمان بالميتوكوندريا معروف انه هي للطاقة فبالتالي هي هي بحكي لك تراي أسد اسيد سايكل وعندك الكترون ترانسبورت تشين الكريب سايكل والشلة هاي اوكسيديتيف فوسفوريليشن فاتي اسيد اند اوكسيديشن واليوريا سينثيسز هناك كله فمثلا ممكن يجيك سؤال يحكي لك مثلا اليوريا سينثيسز تيك بليس وين بحط لك من الخيارات مايتوكوندريا فاحنا اليوريا سينثيسز بالمايتوكوندريا ماشي لو اخذت الإنزيم اللي بيشتغلوا على اليوريا سينثيسز حطيته بمكان اخر ما راح يشتغلوا كويس او ممكن ما يشتغلوا نهائيا بالنيوكليوس في عنا ايش للدي ان اي والار ان اي سنتسز اندوبلازمك ريتيكولم هذول الشغلات احنا عرفناهم بالسيل بي بيولوجي بالسكند اذا بتتذكروا انه في عندك بروتين سنتسز ستيرويد سنتسز تتذكروا حكينا انه كمان للكوليسترول سينتسيز والشغلات هاي برضو غلايكو سيليشن وديتوكسيفيكيشن قلنا هون بيصير الديتوكسيفيكيشن وين خصوصا بالسموث اندوبلازمك ريتيكولم عشان هيك الليفر كثير شغالين في السموث اندوبلازم كيتكلم للديتوكسيفيكيشن ازالة السموم من الجسم باللايزوزايمز بنلاقي الانزيمات الهاضمه الهايدرولايزز انزيمز اللي بتكسر شغلها تكسير بالجولجي معروف انه هو لا تصنيع الشغلات فهو مثلا جلايكوسيل ترانسفريز جلوكوز اسفوسفاتيز أه، فورميشن اوف بلازم برين اند سيكريتري فيزيكالز كله وين بالجولجي بالبيروكسيسومز في كاتاليز دي امينو اسيد اوكسيديز و أه، يوريت اوكسيديز فممكن مثلا يجي يحكي يوريت اوكسيديز وين؟ نكون عارفين انه ايش بالبروكسيسون ماشي؟ بس مش شرط نرسمهم طبعا يعني قدر المستطاع لا بحكي لك not all metabolic pathway take place in the same side of the uh, of the سيلز يعني حكينا انه ممكن اذا انت اخذت uh, انزيم من مكان هو بيشتغل فيه بوضع الطيول ووديته على مكان ثاني ممكن يشتغل بس مش بكفاءته نفسها عشان هيك في ريجوليشن بالشغله هاي طيب نيجي الان للانزيم برودكشن اللي هو هرمونال ريجوليشن هون بحكي لك انه ايش انه الانزيم سينثيسز لتصنيع الانزيم لازم يكون في عندك ترانسكريبشن وترانزليشن للانزيمز الانزيمز جين انه في عندي انا جين معين هذا الجين معين بده نسخ وترجمه يعني هاي هذول عمليات النسخ والترجمه حتى انه بالاخير يطلع عندي امينو اسيدز والامينو اسيد هذول يتجمعوا ويترتبوا من من برايمري لسكندري تيرشري آه بعدين يتصفطوا مع بعض وممكن بعض الانزيمات اللي بتشتغل على الالوستريك بدها كواتيرنري ستراكشر ولحتى يصير عندي انزيم فهاي الشغلات كان بي انديوسد او ديكريز باي هرمونال اكتيفيتي ذات كنترولز ذا جين الهرمونات هون بتاثر ممكن تروح على النيوكليس، تحكي للنيوكلوس بدي تصنعيلي من هذا الانزيم كثير او بدي تقللي لي تصنيع هذا الانزيم. This mechanism of enzyme regulation is slower than other ميكانيزم. حكينا تذكر اول شيء قلنا هذا كثير بطول لانه بدك يروح على النيوكليس والنيوكليس بلش تصنع بالجينات بتطول. بينما هذا هو اكثر واحد بيقعد فتره لونجر تايم بطول لقدام، يعني صحيح هو طول لما زبط لكن بده يقعد طول العمر ممكن. ماشي؟ وهذول حكينا بتتذكروا قلنا الكوفالنت والالوستريك موديوليشن اوف ذا انزيم اكتيفيتيز كمان بيلعب فيها دور مين الهرمون ريجوليشن بالتبييض حكينا انه الهرمون ريجوليشن بيلعب دور بالكوفالنت والالوستريك موديوليشن حكيناها اول شيء فعشان هيك باول سلايد حطهم الثلاث مع بعض حطهم الثلاث مع بعض لأنهم كلهم مترابطين مع بعضهم البعض causes changes in the concentration of the certain inducible enzymes are adaptive مثال سنتسايز از نيدد باي سيلز شو بدي اوصل لك اياه بدي يعني؟ اوصل لك انه الانزيمات نوعين في نوع اسمه انديوسبل انديوسبل من اسمه انديوسبل يعني لازم تحفيز لازم تحكي له اشتغل وقف اشتغل وقف لازم تحكي له وفي عندك انزيمات اسمهم constitutive او كونستيتوتيف انزيمز هذول ايش هذول شغالين 24 ساعه ما بحتاج تقولهم شدوا حيلكم ولا لا تشدوا حيلكم فانت بالوضع الطبيعي لو انت آه عندك خليه وفي عندك انديوسبل انزيمز فيهم وفي عندك كونستيتيف انزيمز فيها بحكي لك الان الكونستيتيف انزيمز اللي فيها شغالين على اكمل وجه فليش انا بدي ازيد حجمهم ماشي او ليش مثلا بدي اخلي آه يجي هرمون يحكي لي ارفع لي اياهم او قلل لي اياهم هذول شغالين وامورهم كويسه بضلني اصنعهم بكونسنتريت بس انت از ات كونسنتريت بموت واحد بحط واحد بداله ما بصنع اكثر ولا اقل بينما الانديوسبل انزيمز اللي هم بدهم يضل لك تحكي لهم يلا 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 اشتغلوا اطفوا اشتغلوا اطفوا هذول ايش سنتز از نيدد باي ذا سيل حسب الخليه الخليه ممكن تحتاج انك تزيدهم او تقللهم بدنا نفرق بينهم انديوسبل او constitutive انزيمز واضح الكونستيتيوتيف انزيم concentrate تصنيعهم بينما هذول لا حسب حاجه الخليه هسه induction اوكي usually باي ذا اكشن اوف هرمونز بيجي عندي السيرويد هرمون والثايروكسين هرمون تتذكروا هاي موجودة بكتاب الأحياء إنه كان الهرمونات الذائبة في الليبيدات مثل هرمون الهرمونات السيرودية والغدة الدرقية بيجي الهرمون بدخل إلى الخلية وبدخل إلى نواة الخلية وهناك بعدل على الجينات آه اللي موجودة عندي بالنواة حتى تصنع أكثر الخلية من هذول البروتينات أو الإنزيمات أو أي شيء ثاني طب يجي السيرويد هرمون او الثايروكسين هرمون الغده الدرقيه and is executed by the change in the expression of the gene encoding the enzymes يعني بده يروحوا على النيوكليس وين بدهم يشتغلوا هون؟ بدهم يشتغلوا على النيوكليس ومن بالنيوكليس يحكوا لها انه زيدين الاكسبريشن اوف ذا جين encoding uh, هذا الانزيم اللي احنا بدنا اياه يعني احنا بدنا الانزيم هذا فبدنا اياك تزيد الجينات اللي بتصنع هذا الانزيم حتى يتصنع منه كثير more or less enzymes can be synthesized by hormonal activity activation or inhibition for the gene uh, long term uh, regulation يعني الان بحكي لك uh, بس يجي الهرمون يعني اما انه يحكي لها صنع كثير او او لا تصنع كثير فاما انه هو بعمل activation او inhibition للخليه هذول الهرمونات بس هذا الاشي ايش long term regulation يعني راح يطول فتره طويله ليش؟ لانه انت قاعد بتصنع انزيمات آه يعني انت بدك تعدل على نواة الخلية واذا تعدل على نواة الخلية صعب آه الا بعد فترة طويلة ترجع تغير هذا الاشي وهيك يعني طيب فاذا هون بحكي لك انزيم برودكشن از ذا از ذا سلوست صحيح هو ابطا واحد لكن لونجست اطول واحد بقعد فترة طويلة اتس ذا سلوست بيكوز توكينج اباوت جينيتك ليفل انت بدك تحكي عن النيوكليس والجينات بدك تطول وانت تعدل عليهم الآن حكينا نوعين للإنزيمات اللي هو constitutive enzymes اللي هم active all the time without an inhibitor or inducer uh, that a product of the gene is given continuously at the constant rate ما بحتاجوا أي تعديل أي تظبيط أي شيء أي شغالين 24 ساعة ما بحتاجوا حدا يحكي لهم اشتغل أو وقف ماشي والإشي اللي بصنعوه البرودكت اللي بصنعوه دائمًا ثابت constant rate بصنعه ليش أنا مشغلي 24 ساعة ما راح يقل او يزيد بينما الانديوسد انزيم او اندوسبل انزيم هذول اندر افكت اوف انديوسر او, أو انهبيتر اما يثبطوا او بتوقفوا لما تحكي اشتغل بيشتغلوا تحكي وقف بوقفوا وهيك مثال هون بحكي لك مثلا معطيك هو مثال عن الانسولين الانسولين يعني يعتبر كهرمون كمان لان الانسولين هذا تخيل انه انت انسولين انت انسولين شو وظيفتك انت يا الانسولين انت هرمون وظيفتك اول اشي انك تدخل الجلوكوز على الخلايا يعني هي في انا عندي خليه هون واضح وانت بدك تدخل الجلوكوز الى داخل الخليه هاي واضح هيك انت واقف برا هيك انت هون تمام لك شغله ثانيه بما انك هرمون الان شوف بما انك دخلت الجلوكوز جوا الخليه الخليه طبعا انت ليش بتدخل الجلوكوز لما يرتفع الجلوكوز بالدم بدك تدخله على الخلايا الان تيجي خليه تحكي لك بالله يا انسولين حل عنا ترى والله تعبينا جلوكوز يعني والحل يعني مش قادرين نلحق على الجلوكوز اللي بتجيب لنا بحكي طيب بسيطة الشغلة بيجي بفوت بتفوت أنت اللي هو إنسولين تروح على بتخليها تصنع الأنزيمات اللي بتكسر الجلوكوز بتصنع منهم كثير فبس تصنع أنت أنزيمات بتكسر الجلوكوز بتصير الخلية تلحق على الجلوكوز اللي أنت بتعطيها إياه. واضح؟ فهيو إذا الإنسولين انكريز uptake أوف جلوكوز باي ذا سيل يعني بدخل الجلوكوز لجوا ذن يوتيلايزنج باي ذا والخلية بتكسره وبتستخدمه

بحكي ما انا قاعد اعطيكم كثير جلوكوز فبدنا كمان انزيمات كثير حتتلحق علي uh, and inhibit the gene responsible for protein and enzymes that increase glucose level جوا الخلية يعني بيجي على الخلية كمان جوا النواة بيجي بحكي للنواة وقفي الانزيمات اللي بتطلع لي جلوكوز uh, يعني وقفي الانزيمات المسؤولة عن الجلايكوجين يعني وقفي لي الانزيمات ما هو شو الجلايكوجين انه احول الجلايكوجين الى ايش؟ الى جلوكوز هو بحكي بوقفي لي اياهم تحكي ليش اوقفهم؟ بحكي شو ليش توقفيهم؟ انا هاي غرقتكم بالجلوكوز مليان جلوكوز وقفي لي اياه وبدي الانزيمات اللي بيشتغلوا على العكس وضحت؟ آه وهكذا الان بحكي لك راح يظل الانسولين يشتغل بالطريقه هاي لحد ما ايش؟ الجلوكوز بالدم يقل بيقل الجلوكوز بالدم وقتها بتنعكس شغل الانسولين بتوقف الانسولين بيشتغلوا اللي بيشتغلوا ضد ضد او عكس الانسولين اللي هم انتي انسولين هرمون لايك جروث فاكتورز يعني عندك مثلا جلوكاجون <applause> <applause> وشغلات ثانية هذول جلوكاجون والشغلات الثانية بيجوا بيعملوا العكس بيحكوا الانسولين خلاص يا زلمة عبيت الخلايا انسولين وقللته من الدم هسا الزلمة بيدوخ يلا يلا روح فبروح الانسولين بيطلع بداله الاشياء الثانية وضحت صليت على النبي اللهم صل وسلم طبعا الانه... هيو اه... اه.. اكزامبل هرمون انسولين هو انابوليك هرمون يعني هرمون بناء هو ماشي لأنه بدخل الجلوكوز على الخلية بيخلي الخلية تستخدمه وتبني حالها. induce increase synthesis برضو للإنزيم اللي هم إيش؟ جلوكوكاينيز الإنزيمات اللي بتكسر الجلوكوز أو الجلايكوجين سينثيز إنه أنا بستخدم الجلوكوز وصلنا منه جلايكوجين أو الفوسفو الإنزيمات اللي بتكسر الفوسفو أو الفركتوز والشغلات هاي تمام؟ وبس. الآن إنسولين ديكريز the synthesis of several key الانسولين بده ي... بده يوقف لي الشغلات اللي بدها تصنع لي جلوكوز ليش لانه الانسولين بحكي لك اذا ما احنا ما بدنا جلوكوز احنا ليقعب... عبينا الدنيا جلوكوز بدنا الاشياء اللي بتقلل لي جلوكوز فبالتالي اي اشي بده يزيد الجلوكوز راح يتثبط يعني راح يتوقف عملية الجلايكون إنزيمز انزايمز الجلاي هاي راح يتوقف انه انا اصنع من الامينو اسيد جلوكوز وبتوقف كمان ايش الانزيمات مثلا جلايكوجينوليسز انه انا اكسر جلايكوجين واصنع جلوكوز ما بدي واضح فهذا هو شغل ايش الانسولين الان وصلنا للشغل بعد اللي هو انزيم ريجوليشن باي اسوشيشن ديس اسوشيشن شو المقصود فيها؟ هاي ماشيين على نظام اذا الطبخه كثروا طباخينها بتحترق صح ولا لا؟ فهون بحكي لك في انزيمات ما بحب يشتغل الا لحاله، في ناس ما بحب يشتغل الا لحاله بس يكون واحد عنده بتوتر بيضايق وما بيعرف يشتغل فهون في انزيمات نفس الشيء، يعني في عندك انت مثلا في انزيم اسمه اسيتيل كو اي كاربوكسيليز اسيتيل كو اي كاربوكسيليز هذا وظيفته ايش تصنيع الفاتي اسيد يعني فاتي اسيد بايو سينثيز فهو بيجي بجيب الاسيتيل كو اي زائد سي او 2 زائد اي تي بي بحول مثل او عفوا مالونيل كو اي زائد اي تي بي زائد فوسفيت فهو لتصنيع الفاتي اسيد الان بحكي لك اذا هو كان في ان بريزنت اوف سيترات مثلا سيترات مثلا صاحبه هذا صاحب لأله بحبه ما بيشتغل بس يكون عنده ستريت بيشتغل اكتيفيتد ما عنده اي مشكله لكن اذا اجى واحد فاتي اسل كو اي بس يكون في فاتي اسل كو اي هذا الانزيم ايش ان اكتيفيتد بحكي انا ما ما بشتغل وهذا الزلم قاعد عندي ما بدي اشتغل فاذا الاسيتيل الكو اي كاربوكسيليز بيشتغل بالريجوليشن تاعه باي دي اسوشيشن ديسوشيشن فانا اذا عملت له اسوشيشن مع ستريت بحب الستريت بيشتغل اكتيفيت بينما اذا انت حطيت له الاشي اللي هو بحب يصنعه اللي يعني بده يصنع بالاخير فاتي اس الكو اي بحكي لك ما بدي هذا الزلمه ما بدي اياه ماشي فبصير له ان اكتيفيشن برضه مثال ثاني هون حاط لك اياه الكربون الفوسفيت سينثيتيت انزيم لتصنيع الايش البرولي هاي يمكن بيورينز بيورينز الموجودين بالدي ان اي والار ان اي يمكن بيورينز ان دي ان اي اند ار ان اي هذا الانزيم بحكي لك لما يكون لحاله بحب يشتغل اما انه بحكي هيو أيوه. when إن إن انزيم مونوميريك اتس اكتف لما يكون لحاله مونوميريك لحاله اكتف but وين اجريجيشن لما تعمل له اجريجيشن مع عشرة مولكيولز مثلا او اكثر يعني صاروا بوليمريك كثار ات ويل بيكم ان اكتف بحكي يعني بالله كيف بدي اشتغل وهو حوالي حضانه ما راح اقدر اشتغل حلو عني ماشي فهذا ايش الكربون الفوسفيت سنتيتيفز واضح فاذا اذا كان لحاله بيشتغل اذا كانوا كثير ما بيشتغل هذا هاي اسمها association dissociation نيجي لاخر اشي اللي هو الفيدباك انهيبيشن فيرسز فيدباك ريجوليشن الفرق بينهم الان احنا بنعرف اشي اسمه فيدباك انهيبيشن شو هو انه انا الاند برودكت بالاخير الاند برودكت تيجي على الانزيم والثبطه الاند برودكت او الفيدباك انهيبيشن يعني التغذيه الراجعه او زي ما حكينا مثلا احنا ايش احنا آه اللهم صل محمد زي لعبة نيد فور سبيد او جي تي اي قلنا لازم السرعة تكون مية اذا السرعة تعدت المية برجع بقلل اذا السرعة صارت اقل من مية آه بزيد السرعة لحتى اوصل 100 هاي فيدباك ريجولي عفوا فيدباك هاي كانهيبشن يعني انه الانهيبشن انا بشتغل على الانزيم واثبطه بشتغل على الانزيم واثبطه يعني مثلا مثال اخر احنا بكلية الطب مثلا في عندك انت دكتور بهاي الكلية مثلا آه بيعطيك محاضرات كثير صعبة الآن أنك تروح على الدكتور وتحكي له بالله دكتور لو سمحت هاي المحاضرات كثير طويلة وكثير صعبة خفف لنا منهم شوي مثلا هيك أنت والدكتور رضي ووقف وصار له انهيبشن هيك أنت اشتغلت فيدباك انهيبشن لأنك أنت وقفت الانزيم المسؤول عن هذا الاشي أما إذا أنت معك واسطة بتقدر تعمل اشي اسمه فيدباك ريجوليشن تطلع عوين تطلع على رئيس الجامعة أو عميد الكلية بتحكي له بالله في الانزيم الفلاني يعني الدكتور المعين بيعمل هيك هيك هيك، فمن عنده الدكتور اللي هو العميد الكليه من عنده بيجي بحكي ممنوع الدكتور هذا مثلا يشرح محاضرات كثيره مثلا، ماشي؟ بدون ما يعرف الانزيم، فهون المقصود فيها الفيدباك ريجوليشن انك انت تروح على النيوكليوس وتاثر على الجين اكسبريشن لهذا الانزيم، بينما فيدباك انهبيشن انه انت بتشتغل على الانزيم نفسه. فإتس regulation of metabolic pathway by using أن إني أنا أستخدم برودكت وأعمل إنهبيشن للإنزيم وذين باثوي تو كيب برودكت إنه أنا بوقف الإنزيم حتى الإنزيم إنه ما يصنع لي كثير برودكت أنا مش بحاجة لها هذا اسمه فيدباك إنهبيشن بينما هون في مثال الكوليسترول مثلا بحكي لك كوليسترول decrease hepatic synthesis of the cholesterol لما انت توكل كوليسترول كثير الكبد يحكي لو ايش طيب احنا بدنا نصنع كوليسترول ما هي الزلمه 24 ساعه ايده بحلقه وقاعد باكل كوليسترول خلاص فكونا من هالكوليسترول اللي نصنعه على الفاضي فذس فيدباك ريجوليشن هاي هسه بحكي شو بصير does not involve feedback inhibition يعني شو اللي صار هسه بحكي لكم شو اللي صار في انزيم اسمه اتش ام اي كو اي ريدكتيز او اتش ام جي عفوا كو اي ريدكتيز هذا الانزيم المسؤول عن تصنيع ال ايش <سؤال> الكوليسترول فهذا الانزيم مصنوع عن الكوليسترول الان انت لما تاكل الكوليسترول مش انه الكوليسترول بيروح على الانزيم يحكي له بالله وقف شغلك لانه احنا هنا قاعدين ناكل لا ال ال الكوليسترول نفسه بيروح على الليفر نفسه اللي هو البيج بوس بحكي له في هي كولسترول كثير ليش بدك تصنعه فالليفر من عنده بحكي مكالمات مع النيوكليوس بحكي لها بالله ما بدي تصنعي لي اتش ام جي دكتيز كثير بدي اتش ام اي اتش دكتيز قليل لانه الزلمه قاعد بوكل الكوليسترول فما في داعي نصنع بتحكي طيب ما بدك تحكي للانزيم اتش ام اي اتش دكتيز بحكي لا مش حاكي اذا اسمه مش قادر انطقه بدي احكي مع التليفون اشفاء <applause> ف the rate limiting enzyme for cholesterol synthesis is affected but cholesterol does not feedback inhibit its activity يعني الكوليسترول ما عمل انهبيشن للاكتيفيتي لهاي هاي مهمه فاذا الكوليسترول ما عمل انهبيشن لل اتش ام اي كول ريدكتيز ماشي عمل لمين للجين اكسبريشن فريجوليشن ان ريسبونس تو دايتري كوليسترول انفولف كارت كيو تاين باي كوليسترول اوف ذا كوليسترول ميتابولايت اوف ذا اكسبريشن هاي الجمله اللي بدي اياها عمل تعديل على الاكسبريشن اوف جين ذات انكودد الاتش ام اي كو از انزيم ريبريشن هاي اسمها انزيم ريبريشن فاذا الانزيم ريبريشن هي فيدباك ريجوليشن ريبريشن ريجوليشن انه انا رحت على النيوكليوس وعدلت على الجينات اللي بتصنع لي الانزيم اللي ما بدي اياه بس مش اني رحت حكيت مع الانزيم نفسه واضح وهذا هيك بالنسبه للفرق بينهم، فهون بحكي لك في عندك الاكسوجينس كوليسترول اللي احنا بناكله، في عندك فيدباك انهبيشن وريجيوليشن، الإنهبيشن انه ايش؟ بنعمل احنا انهبيشن على الإنزيم على الإنزيم اكتيفيتي، فبس الإنزيم ايش؟ بعده موجود هو هو، احنا عملنا له انهبيشن بس هو موجود، بينما فيدباك ريجيوليشن انهبيشن ذا جين ذا جين ها ذات ريسبونسبل فور producing ذات إنزيم، فالإنزيم هون قل لأنه صار يتصنع بشكل جديد، كوليسترول برودوس سم factors that go to the nucleus and inhibit gene that responsible for producing enzyme HMG-CoA reductase. وهيك كملنا الحمد والشكر لله تعالى المحاضرة. آه سامحونا جدا واتطلع كيف سبحان الله هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. آه سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد آه يعني آه الله يوفقكم يسر أموركم التوفيق كله من الله سبحانه وتعالى هاي الشغلات اللي الله سبحانه وتعالى بخلقها بجسمك كلها بدها حمد وبدها شكر فالحمد والشكر لله اللي خلقنا بهاي النعم التي لا تعد ولا تحصى غرق غرقنا فيها غرق الله سبحانه وتعالى فالحمد والشكر لله آه ما تنسوا انه يكون في لكم من القرآن كل يوم بهاي الامتحانات حتى الله سبحانه وتعالى يبارك لكم في وقتكم وهو اولى ان ندرس او نقرأ قرآن افضل من هاي الشغلات كلها فبالتالي حرام انه يمر يوم بدون ما نقرأ فيه انا بحكي لحالي كمان طبعا وان شاء الله بشوفكم وحضرات المينرالز باذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وفقكم الله ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته